أبطال الصف السادس الابتدائي، موعدنا مع الدرس الثاني يونت 7. They loved animals. The ancient Egyptians loved animals. المصريون القدماء أحبوا الحيوانات. Why؟ لماذا؟ Why were cats important to ancient Egyptian farmers؟ لماذا كانت القطط مهمة جدا للمصريون القدماء وخصوصا الفلاحون؟ favorite animal. ما هو الحيوان المفضل لدى المصريين القدماء؟ The ancient Egyptians loved animals and kept many as pets. المصريون القدماء أحبوا الحيوانات واحتفظوا بهم كحيوانات أليفة. They particularly، هم خاصة، adored cats، أحبوا بالشدة القطط. There was a cat in almost every house. كان موجود قطة في كل منزل يا أبطال. ليه طيب؟ The ancient Egyptians believed، المصريون القدماء اعتقدوا إيه؟ That cats looked after them. القطط بتعتني بيهم and kept them safe، وتحافظ عليه سلامتهم كمان. القطط بتعتني بالمنازل وكمان بتحافظ على سلامتهم، ده اعتقاد المصريون القدماء في القطط. They were also good pets، كانوا أيضا حيوانات جيدة، أليفة جيدة. ليه طيب؟ Because they cleaned themselves، كانوا بينظفوا نفسهم بنفسهم، مش محتاجين حد يعتني بيهم. And kept the houses free of pests. خلي بالك، القطط كانت بتحافظ على المنازل free of، خالية من pests، الآفات، الحيوانات الضارة. زي إيه؟ rats، الفئران، snakes، الثعابين. يعني كان في كل منزل قديم there was a cat. There was a cat in almost every house، في كل منزل. ليه؟ حاجات كتيرة. They believed، اعتقدوا، that cats looked after them، القطط بتعتني بيهم. تاني سبب، kept them safe، بتحافظ على سلامتهم. تالت حاجة، they cleaned themselves، بينظفوا أنفسهم. إيه كمان؟ they kept the houses free of pests like rats and snakes. This was particularly important. Particularly، خاصة، ده كان مهم جدا جدا for farmers، للفلاحون. Who produced، أنتجوا، a lot of grain. جرين، حبوب، حبوب، جرين، حبوب، جرين، جرين، حبوب. The rats didn't eat the grain، الفئران لم تأكل الحبوب. إزاي؟ أيوة، because the cats ate the rats. طبعا القطط بتخلص على الفئران وبتاكلها قبل ما تبدأ الفئران في أكل الحبوب. Cats are important دلوقتي. Today cats are important طبعا. But in the past، في الماضي، the cats were more important، كانوا أكثر أهمية. حاجات كتير أوي. They looked after themselves، بيعتنوا بأنفسهم. They looked after the ancient Egyptians، they kept them safe. كمان they cleaned themselves. إيه كمان؟ they kept the houses free of pests and rats. What other animals؟ ما هي الحيوانات الأخرى؟ Did the ancient Egyptians
كيب. هو في حيوانات أخرى المصريون القدماء كانوا بيربوها غير القطط؟ طبعا as well as cats. بالإضافة للقطط many people kept monkeys. يا نهار بوتيتوز، كثير من المصريون القدماء ربوا القرود. ايه كمان؟ بابونز، قرود البابونز. some people even kept crocodiles. بعض من الناس المصريون القدماء ربوا التماسيح. ربوا التماسيح هيبوز، فرس النهر كمان. and lions، كانوا بيربوا اسود، كانوا بيربوا افراس النهر، كانوا بيربوا كروكودايلز، مونكيز، بابونز. فراعنة فعلا. which were dangerous، كانوا ايه؟ خطيرين جدا جدا. طبعا تربية الاسود خطيرة، تربية افراس النهر خطيرة جدا، تربية كروكودايل خطيرة جدا. which were dangerous and difficult to look after، صعبة جدا جدا نعتني بالحيوانات الخطيرة دي. they weren't popular pets، لم تكن حيوانات أليفة محبوبة. did the ancient Egyptians keep birds as pets as well؟ هل المصريون القدماء قاموا بتربية الطيور كحيوانات أليفة أيضا؟ Yes، نعم they did. The ancient Egyptians loved birds، المصريون القدماء أحبوا الطيور جدا جدا، especially falcons، خاصة الصقور، and the ibis، طائر أبو منجل، which represented wisdom، اللي بيمثل الحكمة. Ibis represented the wisdom، الحكمة من الطيور يا أبطال، من الطيور. They kept birds because they represented wisdom، wisdom، الحكمة. There are thousands of mummified، محنطة، mummified، لكن المومياء اسمها مامي. There are thousands of mummified ibises، وجدوا آلاف من طيور أبو منجل المحنطة في سقارة، منطقة سقارة، آلون وحدهم. all these pets، كل هؤلاء وهذه الحيوانات الأليفة، weren't only important for the ancient Egyptians everyday life، لم تكن كل الحيوانات الأليفة مهمة فحسب، they were also important in the afterlife، مش مهمة دلوقتي وبس، لا مهمة كمان للحياة الأخرى، اعتقادهم في البعث والخلود. It is therefore common، من الشائع، to find mummified bits and statue of animals in the tombs، وجدوا الكثير من الطيور المحنطة، التماثيل، تماثيل الحيوانات، in the tombs، في المقابر يا أبطال. What animals are popular pets in Egypt today، ايه الحيوانات الأليفة المشهورة في مصر today؟ cats are still popular pets in Egypt، طبعا a lot of Egyptians keep cats today، الكثير من المصريين بيربوا القطط. a lot of Egyptians keep dogs، بيربوا الكلاب كمان. a lot of Egyptians keep fish، بيربوا الأسماك. a lot of Egyptians keep turtles، سلاحف. a lot of Egyptians keep birds، بيربوا الطيور كمان. today
cats are still popular pets. القطط كمان حيوانات محببة أليفة. Other animals، الحيوانات الأخرى that people keep today include قلنا turtles سلاحف، fish أسماك، birds طيور، which are of course much smaller and easier to look after. طبعا سهل جدا تعتني بالسلحفة بالسمكة بالطيور، أسهل من الاعتناء بإيه؟ بابونز، أجيب قرد أربيه في البيت، هجيب تمساح كروكودايل، صعب جدا. It is difficult to look after crocodiles at home. The cats in ancient Egypt kept houses free of pests. لوجي، It was اوكي for the ancient Egyptians after كروكودايل lions كان ايه؟ easy سهل، simple بسيط، difficult صعب، great عظيم. ان انا اربي اسد اربي تماسيح كان سهل بالنسبة للمصريين. difficult It was difficult كان صعب طبعا. It was difficult for ancient Egyptians to look after lions. تعالى نقرأ مع بعض، نور هيبدأ ولوجي هترد عليه. اتفضل يا نور، اقرأ يا نور. هاي نسمة، افتح المايك. اوكي مستر. مستر هو لحظة. هتقرا الموجود على الشاشة. ميار بتقول ايه؟ هاي نسمة، Did you have a nice weekend؟ أهلا يا نسمة، هل قضيت عطلة نهاية الأسبوع لطيفة؟ يلا يا لوجي. Okay, mister. Hi, Mayor. Yes, I did. I went to El Azhar Park with my family. طبعا قضيت رحلة جميلة، ذهبت لحديقة الأزهر مع أسرتي. يلا يا نور، what؟ Okay. What did you do there? ماذا فعلت؟ We had a picnic, then we went on a boat ride. It was great. Yes, we had a picnic. قضينا نزهة. Then, ثم, we went on a boat ride. قمنا بجولة بالقارب. It was great. كان عظيم. Did يلا يا you نور. go? Did you go? Hiking. Hiking? No, we didn't. We wanted to, but it started to rain. Did you have a good weekend? لا Okay, ما no. استمتعناش، لم نمشي. لحظة نو، we wanted to، أردنا، ولكن it started to rain، بدأت تمطر. Did you have a good weekend؟ No, I تفضل. don't. I feel very Didn't. Mr. Eddie. No, I didn't. I fell over. No, I didn't. I don't fell over. And hurt my arm. So I stayed in bed the whole time. No, I didn't. I fell over, وقعت and hurt my arm. جرحت وأصبت ذراعي. I stayed in bed. بقيت في السرير the whole time. في كل الوقت. ركز معايا. الماضي البسيط. تكملة يا أبطال. The past simple tense. الدرس ده شرحناه كتير قوي، ترم أول، سنة رابعة، سنة خمسة، وبرضه هنشرحه دلوقتي. Verb to be
فيرب تو بي فعل يكون في الماضي was أو where. طبعا was مع السنجلر I was he was was it was they were we were you were we were the journey was fantastic الرحلة كانت رائعة was يعني كان where كانوا negative النفي I wasn't he wasn't she wasn't it wasn't Mr. Nasri wasn't. They were not or weren't. You were not or weren't. We were not or weren't. Luigi and Noor were not or weren't. There weren't any pets in my house. هنا بنقول weren't علشان pets جمع يا شباب. Was aware. Verb to be was aware. ازاي اكون سؤال؟ هبدأ ب was aware بعد كده subject بعد كده تكملة الجملة were there a lot of mummies in the museum دي معناها هل كان يوجد الكثير من الموميات في المتحف yes there were أو no there weren't على حسب البداية ممكن أسأل سؤال ب what أو where أو when أو أي أداة استفهام بعد كده was aware بعد كده فعل تكملة الجملة. What was their favorite animal؟ ماذا كان حيوانهم المفضل؟ الكلام ده لوز وير. لكن بالنسبة للأفعال لو فعل منتظم إضافة دي إي دي أي إي دي. Watch watched change آخرها إيه؟ أضيف لها دي changed cry آخرها واي أحول الواي إلى اي اي دي. The ancient Egyptians loved their pets. أحبوا في الماضي. ليه يا مستر قلت loved؟ علشان دول مصريين قدماء. الحدث انتهى وخلص خلاص. ممكن أضعف الحرف الأخير؟ أيوه. طيب إمتى؟ لما بص يا شباب ولاقي آخر 3 حروف ساكن متحرك ساكن. هروح على طول مضاعف الحرف الأخير. ساكن متحرك ساكن زي كلمة بلان يخطط آخر 3 حروف ساكن متحرك ساكن هضعف الحرف الأخير بلاند هي كل الأفعال منتظمة بإضافة دي إي دي أي إي دي لا طبعا في irregular verbs أفعال غير منتظمة eat ate come came teach taught keep kept no no become became ازاي اكون جملة هبدأ بالفعل تصريف تاني تكملة الجملة تعال نقول مثال زي كده I ate meat yesterday جملة صحيحة 100% I ate أكلت هنا في الباست طب جملة كمان زي كبت مونكيز ان ذا باست هم احتفظوا وربوا القرود في الماضي هنا خلي بالك كبت كبت اوعى تقول لي كيبس لا كبت ليه طيب كبت علشان الفعل في الماضي لازم نقول ايه كبت يا ابطال ليه بقى علشان الجملة في الماضي زي كبت animals they taught their monkeys different tricks علموا قرودهم خدع مختلفة ازاي انفي didn't plus infinitive didn't زاد الفعل في المصدر ايوه تعال نقول جمله yesterday I didn't go to school يا مستر انت بتقول لي yesterday لازم تقول لي went يا حبيبي في didn't plus infinity yesterday I didn't go to school
جملة كمان last week الأسبوع الماضي we didn't play football. We didn't play football last week. ما تنساش didn't plus infinitive. Didn't فعل في المصدر. Didn't play. Didn't go. إزاي أسأل سؤال بهل في الماضي؟ موضوع بسيط تماما. ابدأ بديد. ماشي. بعد ديد فاعل. Did you swim in the pool yesterday؟ أول ما ألاقي did يبقى على طول infinitive فعل بدون إضافات. Did you swim in the pool yesterday؟ عمت في حمام السباحة بالأمس؟ لو عمت هتقول لي yes I did. ما حصلش هنقول no. No إيه؟ I didn't. No, I didn't. ما تنساش did يعني هل subject بعد كده فاعل اهو بعد كده فعل في المصدر تكملة الجملة إجابتها yes والفاعل وديد no والفاعل وديدنت. Did the ancient Egyptians only keep cats as pets? Yes, they did. No, they didn't. ممكن أبدأ سؤال بأداة استفهام؟ طبعا. أبدأ بوير، هبدأ بوين، هبدأ بهاو. ممكن أبدأ بهاو، كيف ذهبت إلى المدرسة بالأمس؟ هقولها إزاي؟ How did you go to school yesterday؟ كيف ذهبت بالأمس؟ خلي بالك هنا في جو وفي يسترداي. أيوة عادي. في ديد. ديد فاعل، فعل في المصدر بدون إضافات. لما أجي أجاوب أقول I went there on foot، سيرا على الأقدام أو by bus، بالأتوبيس أو by car، مفيش مشكلة، أي وسيلة مواصلات يا أبطال. في الإجابة بقول في الماضي I went، لكن في السؤال did subject infinitive. في عبارات زمنية معبرة طبعا أول ما أشوفها أعرف إن ده باست، in the past ago، بس قبلها الفترة الزمنية. يعني مثلا أقول أسبوع مضى a week ago، شهر مضى a month ago، سنة مضت وخلصت a year ago، yesterday أمس، last year، last month، last week، last Tuesday. يلا مع بعض نحل. ready لوجي. Yes, mister. I played yes football start. after school yesterday. Okay. I will play. خلي بالك في yesterday. Late. هبص Late. Late. فعل منتظم يبقى على طول هضيف له ايدي I played. I played football after school yesterday. نور last month she buy a beautiful dress. مستر Last month she buy a beautiful dress. هتبقى ده فعل منتظم ولا غير منتظم؟ ده فعل منتظر. غير غير منتظم irregular، ما لا ينفعش اضيف له ايه، ده ليه شكل كمان تماما. بوت لازم احفظ افعال يا نور. she bought a beautiful dress.
بوت. سؤال لجوجي. Yesterday, Thomas didn't came to school. بعد didn't يا لوجي infinitive. السؤال الرابع هبقى ايه؟ Do نعم يا you go مستر. out last night؟ يلا يا لوجي نعم السؤال يا مستر. التالت اتفضلي. didn't ما هي مستر جد تكون الماضي، يعني مش بقى في ماضي، فتبقى كان ترجع لأصلها. تبقى ايه؟ ما هي موجودة كيم، يبقى هكتب اقول ايه؟ كم؟ كم، يس ترجع لأصلها. كم نور، do you go to Yes, Mr. do you last night؟ Dead. علشان في last. لوجي where، Okay. Where? أنا طبعا ستة. وير was مع هي وشي ويت. اكسلنت نور. وير نهى ات هوم لاست نايت؟ was was طبعا. اكسلنت لوجي. وات what do you do there hours ago does does في لا ago في الماضي did بس does اساسا يعني مع هي وشي وات في البريزنت هنا في يو، يعني does لازم اشيلها من دماغي تماما. اوكي هنا في yesterday او last او ago افكر على طول في did. نكمل يا نور. اوكي did did the ancient Egyptians ancient Egyptian keep يا مستر. keep طبعا ترجع لأصلها. good news did the ancient Egyptians keep birds in their house؟ لوجي I not grow. Okay. I grew up. I is not، يعني هستخدم I don't ولا I didn't؟ I don't. لما بقول لك I grew في الماضي يبقى كلام ازاي يا لوجي؟ ده انا خدت بالي من جلودي خالص. نركز نقرا الجملة. I didn't grow up in Alexandria، I grew up in Cairo. لم أكبر في الإسكندرية ولكن كبرت في القاهرة. We نور we was very happy yesterday. We were. Yes, Mr. Where? We were طبعا. Was مع he وشي وات. Excellent يا بطل. لوجي did you had a nice weekend؟ Did you have? Infinitive فعل في المصدر يا لوجي have. ما انا قلت have بعد كده، والله انا اتلخبطت. عايز إجابة بعد تركيز وتفكير. اوكي ما انطقش غلط. يلا يا نور. I go to Alexandra Park 2 days ago. I went. I went. Good نور. يلا يا لوجي. We have a lot of homework yesterday. Okay. ثانية واحدة. مش دي. أول ما الاقي يستر دي يا لوجي على طول يجي تفكيري في إيه؟
verb plus دي اي دي او اي اي دي. لو منتظم هيا لوجي ما لقيتش ده يبقى هلاقي التصريف الثاني verb 2 التصريف الثاني للفعل. ما لقيتش ده كله يبقى في أنا مش سامع أي حاجة. didn't plus infinitive. سامعني كويس دلوقتي؟ أنا أصلا كنت عمالة أحاول أجاوب ومحدش بيرد عليا، بس لغاية دلوقتي سامع حضرتك لما قلت سامعيني. انا مش سامعك كنت كمان. didn't plus infinitive. ما لقيتش ده كله يبقى في did plus subject الفاعل plus infinitive. اوكي ما لقيتش ده كله يبقى هفكر في was او where. دي الاختيارات اللي الاقيها في الماضي. تصريف تاني زي eat ate come came go went فعل منتهي في دي اي دي اي اي دي didn't plus infinitive did subject infinitive was مع المفرد I was he was it was they were we were. إجابتك إيه هنا يا لوجي؟ We have a lot of homework yesterday. We had. يلا يا نور. Were you born in Giza? نور. No, I. I was. No, I was born in Cairo. رائع جدا. لا انا اتولدت في القاهرة. Did they visit the museum last week? لوجي. No, they. مكتوبة did. هي نو بتاخد did ولا yes اللي بتاخد did؟ مستر No, they. did not Didn't. No, they did not or didn't. يلا يا نور تفضل. اوكي مستر ات يا تردي على طول افكر في فعل منتظم يكون اخره ايدي همد له ايدي يبقى ايه ترين. دي يس اسرع. واي واي يلا يا نور. واي يو فينيش ده سؤال الى ايه في الباست. واي وزنت ارنت ديدنت دونت في فعل في المصدر انا فينيش برضو يا يبقى مستر. ايوه هتبقى اوكي واي. يا مستر اقدر اجاوب 3 و 4 يا لوجي. Why? My Why ايه يا family, نور؟ okay. My family and I in Aswan when I was young. Live. هتبقى سي برضو يا مستر. تمام. Lived. Excellent. Lived في الماضي. Excellent نور. نكمل يا لوجي. When did they? When did they back to their country? Chloe. لاي فعل في المصدر. يلا يا نور. He tired after the long trip. Yes, he was. Was Was طبعا. Excellent. Yes. ده تكملة ممكن ناخده هوم وورك نعمل سكرين شوت. سكرين شوت قبل ما يفصل السيشن دلوقتي. هوم وورك. اوكي. مع تكملة الاكسرسايز في تكملة طبعا من